أحمد السالم، محلل الأسواق المالية، أهلا بك، كل عام وأنت بخير. يا أهلا وسهلا، مساء الخير. حياك الله. اليوم يعني ما زال مستويات 10900 نقطة حاجز نفسي للمؤشر، جلستين على التوالي يتخطاها ومن ثم في نهاية هذه الجلسة يعود دون هذه المستويات، بالتالي بماذا نفسر هذه الحركة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا احنا ذكرنا قبل إجازة عيد الأضحى أنه السوق يحتاج إلى سيولة كبيرة لكي يتجاوز مستوى 11000 ويبقى فوقها. لا زالت السيولة تشهد تناقص، كانت مستوياتها عالية انخفضت بشكل كبير. توقعنا بعد إجازة عيد الأضحى أن يكون هناك سيولة كبيرة، لاحظنا أنه كان السيولة أقل والارتفاع أكبر. بهذا المستوى من السيولة سيكون النزول أو هبوط السوق مجددا أمر سهل ومتوقع. لازلنا نعمل بدخول السيولة خلال الأيام القادمة من هذا الأسبوع، ولكن بهذا الشكل أنا أتوقع أنه نظل فترة من الزمن تحت مستويات 11000. طيب، خلال الفترة الماضية تجاوزنا هذه المستويات وأصبحت حاجز نفسي بالنسبة للمؤشر، لكن الملاحظ كما ذكرت اللي السيولة حتى الآن نلاحظ تراجعات لها، يمكن اليوم أيضا نتحدث عن 7 مليارات، بالتالي ما المبرر لهذه التراجعات على الرغم من وجود عوامل يعني حاليا أساسية للمؤشر؟ نتحدث عن نتائج الشركات وهي إيجابية، يعني حتى الآن الشركات التي أعلنت كانت هناك إيجابية في نتائجها، اليوم نتحدث عن موبايلي، ينساب، وعدد من الشركات خلال الفترة الماضية، بالتالي هذا لا يكون محفز بالنسبة للمستثمرين؟ هو شوف، في نظري هذه تعتبر محفزات. نتائج السوق بلا شك هي محفز، ولكن ربما السلبيات تكون متواجدة. نقص السيولة هذا أمر سلبي للسوق، إضافة إلى أنه لا زلنا نعاني من آثار كورونا، ولا زلنا أيضا نترقب المتحورات من كورونا. هناك من يفكر أبعد من فترة قريبة أسبوع أو أسبوعين، ينظر للمستقبل ماذا سيكون وضع كورونا والمتحورات الجديدة، هل ستكون انتشارها أكبر خلال الفترة القادمة؟ وفي حالة انتشارها هل سيكون الإغلاق على مستوى دول العالم بمستويات ما شاهدناه في بداية كورونا؟ كل هذه تؤثر على السوق وتجعل المتداول حذر. ولكن بشكل عام السوق على المستوى البعيد السوق إيجابي جدا،